المشاركة ديالي في مهرجان الشباب في الدورة العاشرة ديال مكناس جات دابور على تلبية للدعوة ديال الأستاذ الحبيب سيدي أحمد، وثانيا كاين فيلم اشتغلت فيه كممثل وهو من إخراج الإبن ديالي. يعني بالنسبة لي هذه الدورة هذه عندها واحد الخاصية شوية مميزة بالنسبة للدورات أخرى اللي حضرت لهم كمدعو كفيستيفالي. بالنسبة لهذا المهرجان هذا اللي وصل دابا الحمد لله للدورة العاشرة، ونتمناو له مازال عشرات ديال الدورات أخرين إن شاء الله، كيعرف تطور، كيعرف جودة في الاقتناع، كيعرف جودة في التنظيم، عنده ولات عنده خاصة، ولا هذا المهرجان عنده اسم ديالو وطنيا وحتى دوليا. بالنسبة للشق الثاني هو أنه كيشجع الشباب، يعني كيفتح الباب، واحد الباب كيفتحوا للشباب اللي عنده اهتمام وإلمام بالسينما كيفتحوا له، وهذا الباب هذا هو اللي كيخليه يدخل للميدان السينما بواحد الثقة، لأنهم اللي كنعطيك فرصة أنا أولى كتثق في راسك، كتولي عندك إمكانيات وقدرات باش يمكن تجتهد وتعطي أكثر. كيف قال في الكلمة الافتتاح سي أحمد، ناس شباب دازوا من هذا المهرجان وتشجعوا وشجعوهم، ودابا حاليا كيشاركوا في المهرجان الوطني للفيلم المغربي، وعلاش لا في مهرجانات اخرى جهويه ولا دوليه.